خلونا ناخد معانا على التليفون الكاتب الصحفي الكبير استاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ وبطبيعه الحال عضو مجلس امناء الحوار الوطني. استاذ عماد اهلا بيك، منورنا. استاذ يوسف ازاي حضرتك؟ ازاي الحال؟ عليك حبيبي، ربنا يخليك يا رب، ربنا يسلمك. استاذ عماد، يمكن حضراتكم النهارده اتكلمتوا في الجلسه الثالثه لمجلس الامناء، ويمكن ركزتوا اكتر على مساله المحاور المجتمعيه، ويمكن احنا قرينا او فهمنا يعني المحاور الرئيسيه في مساله المجتمع. وانا كنت بقول، هل من الوارد انه يضاف بشكل او باخر مساله القبول الاجتماعي نظرا للهوسه اللي بتحصل كل صيف وتشي بان هناك مجتمع يلفظ ذاته بذاته او يرفض نفسه بنفسه؟ بص يا استاذ يوسف، كل الافكار وارده. الحاجه المهمه جدا لو خدنا بالنا في الحوار، الأكاديمية الوطنية في بداية الدعوة للحوار وجهت الدعوة لكل الأجهزة والتنظيمات السياسية والأحزاب والنقابات والمؤسسات والشخصيات العامة، وقالت كل من لديه رغبة أو مقترح يبعثه. وبالتالي وصل حوالي أكثر من 93 ألف مقترح من مصريين من جهات وهيئات وأفراد. دي نمرة واحد، فبالتالي كل الأفكار قابلة للنقاش. نمرة اثنين، دي محاور أساسية ولجان فرعية تحتها، وفي إطار الجزء المجتمعي تستطيع أن تعقد للتعليم لجنة، لكن حينما تأتي المناقشات المناقشة موضوعية تفصيلية هتدعمها، تقول والله احتمال، يعني بقترح أو بفكر مع حضرتك بصوت عالي إن احنا عايزين قضية مثلا المناهج، عايزة جلسة قضية التعليم الجامعي، قضية الشباب، قضية الـ ربما الدروس الخصوصية البعض يراها قضية مهمة جدا، قضية البنية التحتية، كل دي ازاي تقدر تاخد. وطبعا في واحدة من اهم القضايا قضية تمويل التعليم طبعا. احنا عايزين افضل تعليم، بس برضو هنسأل نفسنا الفلوس بتاع تطوير التعليم ده عايزة فلوس كتيرة قوي، هنجيبها ازاي وهتبقى على حساب ايه؟ دي فبالتالي تستطيع في البعد المجتمعي انك انت تناقش الموضوع الذي تفضلت به، وممكن يكون هو تحت عنوان تاني هو الوعي عموما. لو عندك جدا وعي سليم كمواطن، مش هتبقى في حاجة انك انت تشكك، هتبقى مشغول بدين الاخر ولا بعقيدته ولا ولا ولا. والمجتمع كلما كان هناك تعليم جيد، كلما كان هناك وسائل اعلام جيدة، كلما ده ادى الى ارتفاع مستوى الوعي، وبالتالي القضايا الفرعية والهامشية لن تختفي بالمنزل البوركيني والبكيني، بس هتبقى في حجمها الطبيعي، مش هتبقى الموضوع الرئيسي ولا ترند، هتبقى شغله مجتمع صغير مخملي قاعد في الساحل ولا في بعض المصايف، ماشي؟ لكن الناس هتبقى القضايا الحقيقيه بتفكر فيها، والقضايا الهامشيه على الهامش تماما تماما تماما. طيب استاذ عماد، يمكن النهارده دي كانت الجلسه الثالثه، هل هناك المزيد من الجلسات التحضيريه يعقدها مجلس الامناء، ام تم تحديد ميعاد لبدء مناقشات الحوار الوطني؟ الجلسة الجاية هي هتكون جلسة في غاية الأهمية، لأنها تحدد موضوعات المحور الاقتصادي، وهذا وكان طبيعي، كان المفروض النهارده طبقا لجدول العمل تكون في النهارده مطروحة، لكن النقاش في المحور الاجتماعي استغرق أكثر من 5 ساعات، وبالتالي الناس كانت استهلكت تماما. فرؤية إن هو يتم تخصيص يوم الثلاثاء الجاي إن شاء الله لمناقشة المحور الاقتصادي، حتى يمكن الـ يعني تصنيفه وتبويبه بطريقة جيدة، وبعدها إن شاء الله ربما يكون هناك الجزء الأخير في الجزء التنظيمي المتعلق بتحديد الأسماء المدعوين للنقاش عظيم، والدخول فورا في صلب الموضوعات المختلفة سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية. عظيم جدا، إذن إلى يوم الثلاثاء القادم، وهتبقى غالبا جلسة طويلة عندكم كما جرت العادة ان شاء الله. ربنا يسمع منك وتبقى جلسه اقل. يا رب تبقى الجلسه قصيره ومنتجه برضو وفعاله باذن الله. انا بشكرك جدا 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 استاذ عماد، استاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس امناء الحوار الوطني.